لننقل استلام الرواتب من المعتمدين جوا الدوائر إلى الرصيف أو به المصرف التجاري السوري. أكيد. إن كانت هذه هي الغاية فلا. عذروني يعني على الكلمة المتطرفة. عذرينا كلمة متطرفة لازم استثنائي. نفك الصراف. إذا كانت هي الغاية لازم نفك الصراف. أو بدنا نجيب عشرات الآلاف من الصرافات. اليوم عدد الموظفين في سوريا خلينا نقول يمكن بين 1.5 مليون. تخيلي عدد الصرافات اللي بدنا اياها اذا كل مواطن كل موظف بده يستلم كامل راتبه من الصراف بدون يكون في زحمه. نحن ما عم نقول هيك، عم نقول يعني طبعا. الحد لنتفق على المبدا الصراف ما معتمد رواتب جيد بالنسبه مزبوط. للناس بحيث انه ما يكون الطابور كتير طويل صحيح. يعني مقدور عليه خلينا بس لنعتمد على المبدا طيب. متفقين على المبدا الصراف ليس معتمد رواتب اكيد. الغايه من الصرافات ومن توطين الرواتب هو تفعيل خدمات الدفع الالكتروني. طيب اسمح لي انه نوقف عند هالنقطه لو سمحت استاذ فراس، هي نقطه جدا مهمه وايضا سنفرد لها مساحه من الوقت لانه وجب انه نحن نكمل برنامجكم وطموحكم من وجود الصرافات الآلية لبطاقة الدفع الإلكتروني أو هذا النظام الجديد اللي بيعتمد على وجود الصرافات الآلية بعيدا عن الأشخاص، ونعود نأخذ هذا الاتصال بعد ذلك، نعود نناقش مع حضرتك هذا التفصيل. نقاشات ومقترحات عدة تم طرحها طبعا لمعالجة موضوع القروض المتعثرة، نتعرف على وجهة نظر الأكاديميين حيالها من خلال اتصالنا الهاتفي مع الدكتور سامر قصار استشاري مصرفي. دكتور سامر مساء الخير. مساء النور، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور سامر. بعتقد انه حضرتك سمعت حديثنا من اول اللقاء. نحن حكينا بالقروض المتعثرة مع الاستاذ فراس، وطبعا هو طرح وجهة نظر المصرف التجاري السوري سبب التعثر وكيفية التعامل مع القروض المتعثرة، ولكن من حضرتك بدنا نقول انه من ضمن ما طرحتم احداث شركة ومؤسسة محلية لإدارة وشراء القروض المتعثرة، لو توضح لنا ماهية هذه الفكرة. تماما. بداية بحب مسي عليكم ومسي على الأستاذ فراس. مساء الخير دكتور. ومشاهدينا الأكارم مساء النور يا رب. بصراحة يعني أنا حضيف على اللي تفضل فيه الأستاذ فراس بموضوع تحصيل الديون. نحن بسبب أنه الأزمة اللي تعرضت لها سوريا هي أزمة على مستوى الاقتصاد كاملا وليس أزمة متعلقة بقطاع معين، فوجب من طرح حلول على مستوى الماكرو ايكونوميكس او على مستوى الاقتصاد الكلي. قد ما اشتغلت البنوك وساوت بمعالجه تحصيل الديون، خلينا نقول انه الجهود الفرديه ممكن تجيب نتيجه، لكن نحن بدنا نتيجه اكبر واسرع. نعم. من هذا المنطلق في فكره طبعا هي مطبقه عالميا، بتعرفوا حضرتكم يعني بالازمه الماليه العالميه 2007 2008 عندنا كثير تجارب وحلول مطبقه. من هالحلول احدها اللي بتناسب اقتصادنا وبتناسب واقعنا هي فكره احداث مؤسسه سواء كانت قطاع خاص او قطاع مشترك، شغلتها الاساسيه هي شراء الاصول المتعثره، بين قوسين الديون المتعثره او ما يسمى باللغه الانجليزيه توكسيك اسيتس، تحرير ميزانيات البنوك من هذه الديون المتعثره وضخ سيوله جديده فريش كابيتال من اول وجديد لميزانيات هالبنوك كرمال ترجع تفوت بعملية الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية. يمكن لاحظتوا حضرتكم والأستاذ فراس يعني هو كونه على رأس أهم مصرف موجود يعني بسوريا بيعرف تماما أنه مشكلة الأصول المتعثرة ستحتاج وقت لحلها وخاصة في هذا الواقع، فلا بد في حال تحرير ميزانيات هالبنوك هي وشراء الأصول المتعثرة منها سيتم اعطاء فرصه للبنوك من اول وجديد انه تطرح سياسات ائتمانيه جديده، باختصار شديد بمصطلح بسيط تقدر ترجع تقرض من اول وجديد وتحرك عجله الاستثمار. الفكره بشكل رئيسي هي باختصار شديد على الشكل التالي: هالمؤسسه هي لها راس مال، ممكن تكون شركه مساهمه، تشتري جزء معين من الاصول المتعثره من هالبنوك بنسب معينه، خلينا نقول مثلا كل مثلا البنك عنده 100 مليون او عفوا مليار ليره متعثره، ممكن تشتري منهم هالمليار تشتريهم ب 70 مليون او تشتريهم عفوا ب 70% من قيمتهم حسب هذا الشيء يتفق عليه لاحقا، على شرط اعاده بيع هذه الاصول مره اخرى للمصارف في وقت لاحق عندما
تتحسن الظروف الاقتصادية وترجع المصارف توقف من أول وجديد وتحقق أرباح. هاي الفترة الزمنية هي اللازمة لإعادة إحياء القطاع المصرفي بهذا الشكل حتحمل هالريسك أو حتحمل هالخطر هالمؤسسة هاي. طبعا المؤسسة بدها رأس مال حتى هالرأس مال ينضخ بميزانيات المصارف وترجع من أول وجديد توقف على رجليها وتعمل إقراض. نعم. فكرة إعادة بيع الأصول المتعثرة المشترات هي لمنع حدوث ما يسمى المورال هازارد أو الخطر الأخلاقي لدى المصارف، بحيث أنه إذا المصرف قلت له أنا عمل أقرض قد ما بدك وأي قروض متعثرة أنا برجع بشتريها، لا هيك ذا العملية يكون عم يشجع المصارف. طبعا الحكي بشكل عام يعني مشجع المصارف لأنه تأخذ ريسك ما أنه محسوب، فعملية إعادة البيع لهذه المصارف بتخليها تكون كيرفول. نعم. وصلت الفكرة دكتور سامر، أنا بتمنى أسمع مباشرة ردك، يعني هناك حلول إذا منها هذا الحل الذي طرح وجهة نظر أكيد. دكتور سامر، دكتور سامر معنا. إيه طبعا، مساء الخير دكتور. خليلك صديقي، أنا بتفق معك 100% ببعض الجوانب. الفكرة الأساسية اللي عم تطرحها حضرتك فكرة مهمة كتير، ومثل ما بنعرف أنا وأنت والكثير من الاقتصاديين هاي الفكرة موجودة ومطبقة بأغلب دول العالم. تماما. بس خليني نحكي ببعض الاختلاف الموجود بين البيئة المصرفية في سوريا وبين باقي البيئات المصرفية الموجودة في دول العالم. نحن عنا حالة خاصة دكتور، أنه نحن خلينا نقول أهم المصارف الموجودة هي مصارف مملوكة من الدولة بالكامل. اليوم هذه المصارف لا تعاني من السيولة، من نقص السيولة، ولا تعاني من نقص التمويل، وهذه المصارف مضمونة بشكل أو بآخر مثل كل مؤسسات الدولة من وزارة المالية. القانون السوري أتاح لنا كمصارف تملك العقارات على شرط إعادة بيعها خلال سنتين في حال عدم الحاجة لإلى كعمل مصرفي. هي المدة اليوم بسبب الظروف والأحداث اللي عم نمر فيها بسوريا، هي المدة قابلة للتعديل أو للتمديد من قبل مجلس النقد والتسليف بناء على ظروف ودراسات خاصة. تماما. عملية شراء هذه الأصول من قبل المصارف نفسها ما رح تسبب خلينا نقول ضعف بسيولة هاي المصارف أو الحد من قدراتها التمويلية، أبدا على العكس تماما. أنا معك بطرح شركة أو مؤسسة، كتير موضوع مهم ليكون شريك لنا بالسوق السورية. هاي الشركات مثل ما تعرف حضرتك دائما بيكون اختصاصها الأساسي هي قروض الفردية أو قروض الشخصية أكثر من قروض الشركات. قروض الشركات من السهل على المصارف متابعتها وإيجاد الحلول والتسويات لها بشكل دائم. بس القروض الفردية اللي بتكون بشرائح كبيرة وأعداد ضخمة هو ما يمكن يكون صعب على المصارف تتبعها، لذلك يكون دور هذه الشركات وسيطة. وجود هالنوع من الشركات أنا بشجعه بقوة، هذا ممكن يخلق بيئة مثالية لألنا، بشجعنا نحن كمصارف حكومية وبشجع خلينا نقول المصارف العاملة كافة في سوريا إن كانت خاصة أو عامة على الاتجاه على القروض المتناهية الصغر والصغيرة وحتى المتوسطة، لما بيكون في عنا نوع من أنواع الشركات مثل ما شجعنا سابقا على شركة ضمان القروض. يعني بيكون في تنافسية. لا ما بس تنافسية، وجود كل الأطراف خلينا نقول تمازج بين قطاع مصرفي خاص وقطاع مصرفي عام، وشركات هيك شركات بيكون عندها من الخبرة القانونية والتسويقية وعندها الكادر والكفاءة للتابع بكل تفاصيل عملية، هذا كله بيخلق بيئة مصرفية حقيقية كلياتنا بنستفيد منها. تماماً. فأنا بأيد فكرتك دكتور، بحاجة لتوسع أكثر، بتمنى يكون في جلسات، وفكرة مثل اللي عم تطرحها حضرتك بتستاهل يكون في إلى جلسة حوار كاملة بوجود كافة المعنيين. تماماً حضرتك. وأنا بحب ضيف شغلة صغيرة. تفضل دكتور. فراس، طبعاً طرح هذه الشركة هو ليس للقيام بعمل المصارف أو بديل عن القيام بعمل المصارف أبداً. أكيد. هي بس كرمال تحمل هالريسك الموجود على مستوى الماكرو، تقدر تحرر المصارف منه لفترة وجيزة معينة، ومن ثم إعادة تفعيل العمل المصرفي بشكل واسع وكبير بشكل رئيسي. أنا أوافق تماما الأستاذ فراس بكل الطرح اللي تفضل فيه. بحب ضيف شغلة صغيرة بس لو سمحتي لي. تفضل. موضوع تحصيل ديون البنوك وتملك العقارات لمدة سنتين، هو هذا كلام مطبق صحيح مثل ما تفضل الأستاذ قبل وخلال الأزمة،
لكن في عندنا مشكلة يعني المصرف بالنهاية ما بيقدر يحمل الفيكس أسيت أو الأصل الثابت الغير سائل لهذه الفترة، وهي فترة طويلة بصراحة وفوتت محاكم وإلى آخره. المشكلة بهذا الموضوع أنه كمان الفترة المحدودة تملك العقار مدة سنتين، بعد سنتين بصير مزاد وجوز العقار يروح بجزء كتير قليل من قيمته السوقية الحقيقية، والأستاذ فراس على اطلاع بهذا الموضوع. فيعني قد يكون هذا فكرة هذه الشركة للتخلص من هذه، خلينا نقول العقبة في تحصيل الديون. وبالنهاية المصارف، والأستاذ فراس أكيد بيوافقني بهالفكرة، مو هدفها تتملك عقار وتسحبه من الكاستمر من الكلاينت وتسيله. الهدف بشكل رئيسي إقراضه، وهو يخدم دينه بشكل بكاش فلوز أو سيولة نقدية أو تدفقات نقدية مستمرة. نعم. أنا حابب أضيف شغلة تانية إذا تسمحي لي. سرعة دكتور سامر لو سمحت، تفضل. شكرا كثير. طبعا الأستاذ فراس طرح موضوع الصرافات والمشاكل اللي عم تعانيها، وهو بصراحة شخص الواقع تماما. أنا حابب بس أشير لمجموعة أمور مهمة كثير عم تصير بقطاعنا المصرفي، وأمور كثير إيجابية لازم يعني حتى العموم يعرفوها. بصراحة يعني حقبة الرئاسة الحالية برئاسة السيد الحاكم دكتور دوري درغام للمصرف المركزي شهدت يعني خلينا نقول نقلات نوعية بالقطاع، هي على ثلاث بنود أساسية. المرحلة الأولى ضبط سعر الصرف بشكل يعني تحقيق نوع من الاستقرار خلينا نقول خلال الفترة السابقة، واللي خلى السوق يبعد عن المضاربات، وهذا شيء يحسب للمصرف المركزي هيك خطوة أولى. بالنسبة للصرافات ومشكلة الصرافات، مثل ما تفضل الأستاذ فراس، الصراف بالنهاية هو مشين يعني إلى طاقة محددة ومكلفة جدا حاليا. الطرح اللي عم تفضل فيه الدكتور دوريد واللي طرحه بآخر مؤتمر للمصارف ب 19/4 هذا العام، أنه بنهاية هذا العام إن شاء الله حيكون لدينا نظام الدفع الإلكتروني المطبق على مستوى القطر، وهذا بصراحة يعتبر إنجاز يعني. عم تسبقونا اليوم بالأفكار اللي نحن مرتبينها لنحكي فيها للمواطنين ونخبرهم أنه الغاية أيضا من وجود الصرافات أنه التعامل يكون عن طريق البطاقة، دفع المالي من خلال وجود هالبطاقة يكون ميسر، ما في داعي أبدا للتعامل إلا بهالبطاقة. تمام. وهذا حلم كل مواطن. يعني بدي أتشكرك دكتور سامر. الوقفات الطويلة وإلى آخره، النظام اللي عم يقترحه نظام الدفع الإلكتروني اللي يقترحه الدكتور دوريد هو سيحل هذه المشكلة من جذريا. يعني بصير عمليا راتب الشخص بينزل على بطاقته، التحويلات المالية بصير بشكل إلكتروني تام، أتمتت العملية بشكل كامل. يعني بدي أتشكرك دكتور سامر قصار الاستشاري المصرفي على كل هالمعلومات والمبادرة اليوم بطرح فكرة ممكن أن تخلق حل لحتى نقدر نحن نسيطر على مشكلة القروض المتعثرة. بدي أرجع لك أستاذ فراس لو سمحت، لا كتير صار في أفكار بدنا نناقشها، في شيء حابب أنت تضيفه؟ لا هو كان لا ممكن هذا الحديث نرجع يعني مرة ناخد وقت الحلقة هلأ. طيب في فكرة كتير مهمة، تفضل. بس تسمحي لي، بس لنعيد تفصيل بعض الأرقام حول